لأمهات وآباء طلبة المغرب في أوكرانيا. جينا اليوم العديد من يتساءل لماذا اخترنا هذا المكان لأول مرة. احنا استمرنا كنا درنا نظارات متعددة في البوابة الخلفية وكنا وجهنا مراسلات عديدة. جئنا اليوم إخواني أخواتي لنقول للسيد وزير التعليم العالي على أننا ما زلنا موجودون، ما زلنا نناضل. قال هو بأنه هذا الملف سوف يطوى بعد العيد، لكن لم تكن له ليست له القدرة لطي هذا الملف، على اعتبار أن هذا الملف هو كبير وكبير جدا، وعلى يعني اللي خصو يتحملوا الأجهزة الحكومية المختصة. ومن هذا المنبر نقول أننا في الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا باعتبارنا نتحمل واحد المسؤولية كبيرة على راسنا جميع الجهات المختصة، ودرنا لقاءات مع فرق برلمانية، خمسة فرق برلمانية منهم الأغلبية، ووضحنا لهم هذا الملف الشائك تاع الطلبة المغرب. وحاليا كان الفريق النيابي مشكور البي بي اس اللي كان يحضر لنا واحد اللقاء مع السيد وزير التعليم العالي، لكن هذا في هذه في الاسابيع قبل اختتام الدوره البرلمانيه، لكن لم يتاتى ذلك لظروف قاهره كان اخرها هي هذيك اللجنه اللي كانت منعقده قبل اختتام البرلمان. ونحن جئنا اليوم نقول للسيد وزير التعليم العالي اننا ما زلنا حاضرين، لنا نحن على بعد ايام قليله من انطلاق الموسم الدراسي الحالي، وما زالت افق مظلمه بالنسبه للاباء والامهات وبالطلبه الذين يعيشون حاليا حاله اكتئاب داخليه. ونقول للسيد وزير التعليم العالي بفتح باب الحوار معنا لايجاد حلول منصفه للطرفين. الوقفه هي الوقفه العاشره، اضافه للوقفات كنقوموا بعدها واحد المراسلات دون اي رد. الحاجه الوحيده اللي كانت هو ان الوزير كان حدد واحد التاريخ ديال اللقاء في الوقت اللي جاوا الاخوان ديال اعضاء المكتب الوطني، هو في اخر الثانيه كيعتذر على اللقاء، بالتالي ما عمر تم شي لقاء مع السيد مع الوزير ديال التعليم العالي. الان الملف كان نجد الحكومه ككل ان تعطي واحد الاهتمام بهذا الملف، خاصه دابا الوقت ما بقاش، حنا الان تقريبا على ابواب الدخول المدرسي والدخول الجامعي. ما يمكنش ان الطلبه يبقى مصيرهم مجهول ابدا. حنا كاباء وكامهات وكطلبه خدينا على عاتقنا اننا سنخوض واحد معارك نضاليه عديده من اجل التجاوب معنا في فتح حوار اولا، ثم التجاوب مع مطالب ديالنا. بما ان هذه المساله ما تمتش لمده خمسه اشهر، تقريبا من شهر جوج، من فيفري او من مارس، من فيفري الى يومنا هذا لم نلاحظ اي التفات من اي جهه في التعامل مع هذا الملف هذا، رغم اننا تواصلنا مع عدد من الجهات سياسيه حقوقيه، عدد من الجهات تواصلنا معها لتبني هذا الملف. للاسف الشديد ما كانش باستثناء وسائل الاعلام اللي استطاعت توصل الصوت ديالنا لواحد العدد من الجهات هذا، رغم ذلك مازال هذا الملف مازال في المكان ديالو. ما للاسف الحكومه ولا الوزاره ديال التعليم العالي ما خطت شي خطوه. وزير التعليم العالي ماذا قال اليوم؟ ما اولا بعدا سنهنئ جلاله الملك على عيد الشباب يوم 21/8/2022، ونتمنى لأسرة العلوية الشفاء والنصر يا رب. علاش؟ لأن بالسبب ديالو باش دخلوا الطلبة يوم 24/2 وقفنا وقفة قدام وزارة الخارجية واستقبلوهم واحد استقبال حار، وبفضلهم باش دخلوا يوم 28/2 في عبور، وبقاو بعد الدول اللي قالوا هنيئا لكم انتما بمحمد السادس ملك البلاد. لهذا اشنو اليوم حطينا 10 ديال الرسائل وزير التعليم العالي، 9 ديال الرسائل، 10 ديال الوقفات بدون جدوى. لهذا احنا اباء امهات وطلبه
إذا كان هو في كونجي وفي عطلة في هذا الشهر 7 و8، فالأباء الأمهات ما كاينينش في كونجي، فالأباء والأمهات راهم ما كينعسوش، فالأباء والأمهات راه ما غيحس بهم مع جلالة الملك. أنا أقولها بأن هادو طلبة مغاربة، هادو ناس أباء ديالهم كانوا كيخلصوا، وبان العيب في الحكومة. شتي الحكومة ووزارة التعليم العالي بينت العيب، علاش يقول نهار 4 مارس دخلوا راه غادي راه المغرب ما غيفرطش فيكم وغادي هذا. I'm going to go to the hospital.